نادي الأهلي مش بس كرة القدم، وده الخبر اللي معانا، لأن كمان سيدات هنا الطائرة بالأمس يعني توجوا ببطولة كأس هنا مصر بعد الفوز على السيد اللي كان بثلاثة أشواط نظيفة. وكمان هم جمعوا الثنائية زي ما حضراتكم فاكرين، احنا اتكلمنا على الموضوع ده كتير، الدوري والكاس، وهو ده العادي طبعا عند الأهلي زي ما احنا كنا بنقول. اللافت للنظر بقى وكان جميل جدا يا كريم، إن الكابتن محمود الخطيب كمان رئيس النادي الأهلي حرص على حضور هنا المباراة والتوجه للجهاز الفني، وبارك كمان اللاعبات وعلى الهدى الفوز والإشادة كمان بالأداء المميز.